Fréquence verte. رجعنا لكم في الجزء الأخير من فريكونس فيرت. سعيد جدا باستقبال كل مرة شباب من خيرة شباب هذا الوطن. نحكيه كل مرة على تظاهرة، على يمكن زادة كيف كيف بروجي يقوموا به الجمعيات. اليوم نحكيه على تظاهرة تقام بالموقع الأثري بأوذنا من بلدية الخليدية ولاية بن عروس ضحايا الجنوبية وين أنا تولدت. تجمع ما بين التاريخ وجمال مشاهد الطبيعية. كيف كيف زادة تظاهرة هذه مش دورتها لا الأولى لا الثانية، هذه دورتها الرابعة، وين مش تضم أكثر من 400 عداء من أنحاء تونس الكل. أكثر تفاصيل حاضر معنا شاب في مقتبل العمر السيد أمين مرابط. أهلا وسهلا. عايشك، مرحبا بك. مرحبا يا سي أمين. الناس اللي ما تعرفكش، أمين أمين المرابط 25 سنة نخدم وناشط بالنشط مجتمع مدني. مرحبا بك سي امين. نحكيو معاك على ليفينمون تظاهره ذي تريل اجيك V4.0. ايه تريل اجيك هو معناه الحكايه كيفاش بدات. انه احنا اولاد الخليديه تجمعنا، اسسنا جمعيه شباب مبادرون بالخليديه اللي هي اجيك اسم مختصر. الهدف نتاع الجمعيه العام هو الارتقاء بالشباب الثقافي السياحي منطقه الخليديه. خذينا زوز معني أطراف ركزنا عليهم اللي هي الطبيعة والموقع الأثري بأوذنا، يعتبر من أكبر المواقع معني في إفريقيا. ومش ماخو حق ولا مش ماخو جملة. وبدينا نخمو معني كيفاش باش نستقطبوا الناس من كل بقعة من تونس وخارج تونس للمنطقة متاعنا، وكيك النجم معني نساهموا في التنمية حتى معني على مستوى المنطقة. بدينا حاسيلو 2021 كانت الدورة الأولى، كانت بون في دورتها الاولى ما كانتش ناجحه برشا، 90 معناها مشارك. مثالش انتم وقتها صغار في العمر وما زلتوا ومازلنا صغار. واضح كل شباب معناها مازلنا صغار. الكبير فينا تقريبا عمره معناها 35 سنه. نحصل له حاصلوا في الدوره الثانيه في 2022 150 مشارك. في سبتمبر اللي تعدى 2023 الدوره الثالثه هي كانت ناجحه 320 مشارك. وبعد 5 شهور خممنا انه نبدلوا الدات، خاطر كانت في سبتمبر بدينا نخمم باش يكون في الشتاء. الجمال تاع المنطقه، الطبيعه، البحيرات الجبليه. منطقه الخليديه فيها اكثر من 11 بحيره جبليه. وبدينا نخدموا، حضرنا ليفينمون نتاعنا ومعناها قدمنا فيه مليح 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 برشا. مازالوا تقريبا 48 ساعه بالضبط، هو بعد غدوه ان شاء الله. باش يكون حاضرين 400 مشارك. ممتاز. 18 اجنبي. ممتاز، يعني بداوا يجوكم من برا ديجا. بالطبيعه. عندنا اسبانيا، عندنا فرنسا، ايطاليا، عندنا الاخوه الجزائريين. واضح، ممتاز. العباد اللي تسمع فينا مازلت نجم تشارك؟ مازلت نجم تشارك. نجم معناها غدوه عندنا في البيرو نتاعنا في الخليديه، دار ثقافه الخليديه. يجونا هذيك يسجلوا ياخذوا الدوسار نتاعهم. واضح. قداش الفري نتاع عندنا الكيدز اللي هي الحاجه الجديده دخلناها سنة نتاع الصغار؟ 2 كيلومتر. 2 كيلومتر. وعندنا 6 كيلومتر، وعندنا 18، وعندنا 38 اللي هي الحاجه الكاسحه كما نقولوا في الدومين نتاع العباد اللي مستانسه ياسر. خاطر التريل ماهوش موجود برشا في تونس. مش اللي يجي نجم يلعب التريل. واضح. قداش هذوما كيفاش يدخل الليان؟ موجود الليان على الباج نتاعنا اللي هي شو اسمها؟ جمعية شباب مبادرون بالخليدية. ويسجل ويتصل بنا على الرقم الموجود على الباج 54-507-515. واضح، 54-507-515. شكرا لك أمين مرابطين. نفرح ياسر وقت اللي يكونوا فما جمعيات وخاصة شباب بالعمر هذايا ينظموا تظاهرة كيما هكا. وديما في مخي أنا التظاهرة هذه راهي أبار أهميتها، نجم تنهض بمناطق أنت قبيلة محمد حكيت على شباب بداوا يخدموا في خدمة معينة. نحكي كيف على زياد زموري في منطقة زموري ولات بلاصة معروفة فقط بالزمور تريكينج. واضح، شكرا لك أمين المرابطي. مالوريزمون الوقت يداهم فينا. نفكروا السادة المستمعين تظاهرة تقام ان شاء الله بموقع الاثري باذن نهار لحد فما كات سيركوي 38 كيلومتر 18 كيلومتر 6 كيلومترات و 2 كيلومترات للصغيرات. نجم تحسبوا صغيراتكم زاد كيف كيف تمشيوا. اكثر تفاصيل تنجم تدخلوا للباج فيسبوك اجيك جمعيه شباب بالخليديه هكا مبادرون بالخليديه. شكرا ليك سيد امين مرابطي. احنا نتقابلوا نفس التوقيت نهار الجمعه الجايه من 4 ل 5 في لمنه.